هايل اي لاف ات. دي حمارة دي ولا ايه؟ سرور الحمار انا ولا ايه؟ انت ازاي عرفت تعمل اعلان زي ده بواحدة زي دي؟ You're a genius. اللي يتجوز واحدة اوحش من دي يقدر يعمل اعلان زي ده بواحدة زي دي. Oh my god, انت متجوز واحدة اوحش من دي؟ سنة يعني اوحش سنة عشان ما اظلمهاش. بصي هي شبهها بالظبط بس بسكسوكة والقرعة اللي هي بتاعت احمد بدير دي. وانت ايه اللي خليك تتجوز واحدة زي دي؟ موقف انساني يعني بس انا مش عايزة اتطرق له دلوقتي. عارفة؟ هي المشكلة مش في شكلها. المشكلة ان انا كل ما اروح بترنني حتة علقة. اوه. لدرجة ان انا ما بقتش عارف اشتغل فين. يعني حتى المشروع بتاعك ده انا مش عارف هفيناله فين. طب ايه رأيك تيجي تمنتج عندي في البيت؟ ايوه بس ممكن باباكي يتضايق من وجودي او حاجة. نو لا انا بابايا متوفي بقاله كتير. البقاء لله. طب جوزك يعني جوزك ممكن يطب علينا في اي لحظه فمنظرها مش هيبقى لطيف يعني. لا ما تقلقش اصل انا متطلقه 7 مرات. اللهم صل على النبي. طب بالنسبه للبواب اقول له ايه وانا طالع بقى؟ هنبعته يجيب اي حاجه. حلو قوي. يبقى انا هجيب اللابتوب وازازتين بيره ونشتغل جامد قوي على الاعلان بقى جامد. عنوانك متاخرش. اتاخر ايه ده؟ شغل يا سرور. ما هي كلها شغل. صح. الاعلان هايل. ربنا يكرمنا يا رب. اوبا يا اهلا بصانعه النزوات واول طريق الجهنم. ازيك يا سلطان؟ ازاي؟ ايه الشقه دي؟ دي معموله كده بس؟ ها انت عارف يا بيبي ايه مست الشقه دي؟ ايه يا روحي؟ ان انت ممكن تنام في اي حته ومع اي حد طبعا. بس بقى. طب يلا بينا على اوضه المونتاج. استنى بس انت رايح فين؟ اما اعرفك على مودي الاول. مودك رايق وعسل وسكر وليلتنا خشاب بالعجوه ان شاء الله. طب استنى بس. مودي. مودي تعالى يا روحي سلم على انكل. مين الواد ده؟ مودي ابن اختي. انت جايبه ابن اختك معاكي؟ انت كده بتدمري نفسيه الطفل على فكره. الله يا سلطان يعني هيحصل ايه؟ اختي بعتتهولي وعنده امتحان لازم اذاكر له. زي ما اتفقنا يا روح قلب خالته. انت هتقف عند الباب بره تسمع لي وانا هخش اسمع لانكل من جوه. سمعيني ايه انت مجنونه؟ كده وكده يا عمو. كده وكده؟ ده انت قديم بقى يا مودي. امال ايه؟ عيش وسيبني اعيش. عيش وسيبني اعيش. شفت بقى؟ يلا على اوضه المونتاج يا وفاء. يلا تعالى. الطفل جاي ورانا على فكره. انا هكوي لك لبس المدرسه وبعدين اعمل لك السندوتشات وبعدين ايه بقى؟ ننام وتريحني منك. لا حميني. احميك؟ مش لما حمي خالتك الاول؟ مش احنا متعودين ان الكبير الاول بيستحمى وبعدين الصغير؟ انت مش مربينك ولا ايه يا مودي؟ ها؟ سلطان يا روح قلبي انا لازم اجري دلوقتي حالا. ليه؟ مش اختي عملت حادثه وخبطت ظابط بالعربيه؟ يا اختك دي ما يجيش وراها غير المصايب. بختي ونصيبي يا اخويا بختي ونصيبي. بقول لك ايه انا هسيب مودي معاك بقى في البيت. مودي معايا في ايه؟ هنا في البيت. طب احنا ما لحقناش نعمل اي حاجه. اخد بوسه طيب عشان ابقى عملت اي حاجه احكي لاصحابي يعني. حياتي انت هعوضك اول ما ارجع. ومرجعي حبيبي سايبهولك امانه. ها يلا باي. مودي انت عارف ان انت بوظت الليله؟ عارف. اجري اعمل لي كوبايه شاي. هديك بالمكوه في وشك.